هذا المقطع سبونسرد باي اي اي وبرعاية اي اي كرياتر نتورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير طيبين. طبعا اليوم مقطعنا على لعبة الاف 1 22، طبعا كما تلكون من اي اي، سبونسرد من اي اي. طبعا هذا المقطع حيكون سريع على تحدي نازل باللعبة، يلي هو تحدي دانيال ريكاردو تشالنج بسموه. اللي ما بيعرفوا هذا الشخص، هذا الشخص متسابق بF1 وهو أصله إيطاليان أستراليان، وبيلعب حاليا بفريق مكلارن بفريق رينولد F1 تيم. وهي الماب اللي حنلعبها هي عبارة عن USA اسمها أوستن جراند بريكس. طبعا حناخد كم دورة. التشالنج هي انه يعني هو عم يتحدانا، طبعا اي اي دعوته لعندهم على الاستديو ومساوى هاي التشالنج وجاب يعني اسرع وقت اللي هو 1.33 seconds، وبتحدى اللاعبين انه تعالوا جيبوا هذا الريكورد. اللعبة حتكون مجانية خلال هاي الويك اند، بتقدروا تفوتوا تلعبوها، حتكون مجانية وتقدروا تلعبوها على منصات الاكس بوكس والبلاي ستيشن والستيم. اي لاعب بيقدر يفوت يلعب هاي اللعبة ويساوي التشالنج، يعني حتى لو كان لاعب جديد مش لاعب اللعبة بيقدر يفوت ويجرب يلعب اللعبة. وهلأ نترككم لتشوفوا المقطع ونشوفكم ان شاء الله قريبا، وانجوي يور درايف والسلام عليكم.